هو أعلى كثيب رملي في العالم يصل إليه اليوم مغامرون من الإمارات بشغف كبير ليسجلوا بصمة جديدة في عالم المغامرات، مغامرة لها صلة وثيقة بطبيعة الأرض في الجزيرة العربية. ومغامرون اليوم يفخرون بأنهم أول من رفع راية الإمارات على أعلى الكثبان الرملية في الجزيرة العربية والعالم. فريق نادي الإمارات للمغامرات يأخذنا معه في المشاهد التالية إلى أعلى القمم الرملية في العالم. عمر شعالي والتفاصيل. في أعلى كثيب رملي في العالم في رملة جديلة، انظروا إلى الارتفاع 455 متر. طبعاً بالأقمار الصناعية عطانا 449 متر، فهذا الكثيب الرملي حطم الأرقام القياسية في الارتفاع، ولا أعتقد أن هناك أرفع منهم جميع أنحاء العالم. بعد أن أثبت الباحثون بالدلائل العلمية والحسابات الدقيقة أنها أعلى الكثبان الرملية في الجزيرة العربية والعالم، ها هم فريق نادي الإمارات للمغامرات ينطلقون من دبي باتجاه محافظة ظفار العمانية عبر مغامرة نوعية تحمل اسم الإمارات وشغف أبنائها بالعزيمة والهمم لبلوغ القمم. والهدف من هذه المغامرة هي قمة أعلى كثيب رملي في العالم. لا شك وأن مغامرة كهذه هي بحاجة إلى الصبر والحذر ومعرفة خطوط السير بشكل دقيق، فربما يكون للخطأ هنا نتائج قد تعيد إلى مرحلة البداية. ولطالما كانت رمال الربع الخالي طوال قرون عديدة قبلة للمغامرين والمستكشفين لسبر أغوار المنطقة وخباياها التي حكى عنها المستشرقون لعقود عديدة. القمة الرملية المستهدفة هنا هي قمة الرمال المتصلة والتي تسمى قعيدة جديلة، ويبلغ ارتفاعها 455 مترا فوق مستوى سطح البحر. هي أعلى القمم الرملية على مستوى العالم، حيث كسر ارتفاعها الكثيب المسجل لأكبر القمم الرملية في ناميبيا. ولا شك أن لقمة هذه السلسلة الرملية خصوصية شديدة، فهي تقع ضمن رمالنا العربية الساحرة، وستكون قريبا موضع اهتمام لكافة المستكشفين حول العالم. ويفخر هذا الفريق اليوم أنه أول من رفع راية الإمارات على أعلى الكثبان الرملية في الجزيرة العربية والعالم.